سعيد من كثر ما نخبر عن منافع الرياضة وايد متحمس لماراثون دبي. كلنا متفقين ان الماراثون من اصعب الرياضات، وعشان العداء يركض مسافة 42 كيلومتر و 125 متر بحوالي ساعتين ونص يبال سنوات من التدريب والتحضير. والمعادلة في الماراثون هي 50% عضلات 50% قدرة على التحمل. لكن يا سعيد وايد ناس عاديين يحبون يركضون الماراثون، وأكيد مش عشان تحطيم الرقم القياسي، إنما لتحدي الذات وإنهاء السباق. تقدر تركض لمسافات أقل، الخمس والعشرة كيلومتر، وإذا تمرنت يومياً تقدر تتعود على المسافات الطويلة. وإنت يا سعيد اشتريت حذاء رياضي الجديد، على العكس الأفضل في السباق إنك تلبس حذاء مستعمل عشان القدم تكون تعودت عليه وما يسبب لك جروح. وضروري أثناء الركض شرب كميات كافية من الماء ووضع الكريم الواقي من الشمس، ولا تنسى تاخذ طاقة قبل السباق عبر الأكلات الخفيفة الغنية بالكربوهيدرات مثل الموز. وعساكم دوم بصحة وسعادة.